النحاس سي يو، الزئبق اتش جي، الفضة اي جي، الذهب اي يو، الهيدروجين اتش، والاكسجين او. نقولهم تاني: الليثيوم ال اي، البوتاسيوم كي، الصوديوم ان اي، والكالسيوم سي اي، المغنيسيوم ام جي، والالومنيوم اي ال، والخرسين زد ان، والحديد اف اي، الرصاص بي بي، النحاس سي يو، والزئبق اتش جي، والفضه اي جي، والذهب اي يو، الهيدروجين اتش، والاكسجين او. طبعا في حاجات تاني بس مش لازم نكتبها. هنلاحظ ايه من الكلام ده؟ هنلاحظ ان بعض العناصر اسم العنصر او العنصر حروفه جايه من اسم العنصر نفسه، الرمز جاي من اسم العنصر نفسه زي الليثيوم ال اي، لكن في حاجات بتختلف زي البوتاسيوم كي، هنا حرف الب، هنا كي. طب ازاي ده؟ بيرجع لان بعض العناصر بيبقى ليها اسماء لاتينيه، الاسماء اللاتينيه دي بتختلف عن الاسماء الانجليزيه. تعالوا بقى نكمل هنا ونشوف الرسمه دي ايه. احنا قلنا قبل كده ان الماده كل ما له كتله وحجم، الماده كل ما له كتله وحجم. من الماده اصلا؟ ادي الماده تتركب من جزيئات، الماده بتتركب من جزيئات، والجزيئات بتتركب من ذرات. يبقى الماده تتركب من جزيئات، والجزيئات تتركب من ذرات. تعالوا كده نشوف تركيب الذره. تركيب الذره، الذرة بتتركب من حاجتين. أول حاجة رقم واحد النواة، أول حاجة النواة. رقم اتنين الإلكترونات. يبقى الذرة بتتركب من نواة وإلكترونات. تركيب الذرة النواة والإلكترونات. تعالوا كده نشوف النواة، دي رقم واحد النواة. بيقول لي إن النواة توجد في مركز الذرة، النواة توجد في مركز الذرة، وتتركز بها كتلة الذرة. يبقى كتلة الذرة تتركز فين؟ تتركز في النواة. يبقى النواة توجد في مركز الذرة، وتتركب بها كتلة الذرة. والنواة لوحدها كده، النواة تتركب من نوعين من الجسيمات، تتركب من نوعين من الجسيمات، بروتونات ودي موجبة الشحنة، ونيوترونات ودي متعادلة الشحنة. يبقى النواة تتركب من نوعين من الجسيمات، بروتونات ونيوترونات، والنيوترونات دي متعادلة الشحنة. يبقى دي عندي بروتونات وعندي نيترونات، نيترونات متعادلة يعني ولا سالبة ولا موجبة. نقول تاني: المادة بتتركب من جزيئات، والجزيئات بتتركب من ذرات. طب الذرة بتتركب من ايه؟ بتتركب من واحد النواة، اتنين الإلكترونات، والنواة توجد في مركز الذرة وتتركز بها كتلة الذرة. والنواة لوحدها بتتركب من نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبة الشحنة، ونيترونات متعادلة الشحنة. طيب الإلكترونات بقى، تعالوا كده نشوف الإلكترونات. الإلكترونات بيقول لي هي جسيمات ضئيلة الحجم، تدور حول النواة. يبقى الإلكترونات هي جسيمات ضئيلة الحجم تدور حول النواة. ماشي. للتعبير عن ذرة أي عنصر، واحنا شفنا العناصر اهي، للتعبير عن ذرة أي عنصر نستخدم مصطلحان هما العدد الذري والعدد الكتلي. ايه هو العدد الذري ده؟ العدد الذري بيقول لي إن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. فاكرين البروتونات دي؟ إحنا قلنا إن هي من تركيب النواة. البروتونات دي بقى هي العدد الذري، هي عدد، يبقى العدد الذري هو عدد البروتونات، العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة
طبعا عارفين البروتونات موجبة، ويكتب أعلى أسفل يسار العنصر. يعني مثلا احنا عندنا الأكسجين عدد الذري 8، يبقى هنكتبها كده، ادي الأكسجين 8 هو ده العدد الذري وده عدد البروتونات. طيب المصطلح التاني، المصطلح التاني هو العدد الكتلي. ايه هو بقى العدد الكتلي ده؟ بيقول لي ان العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات زائد عدد النيوترونات، ويكتب أعلى يسار العنصر. قلنا الأول إن العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة، ويكتب أسفل يسار العنصر، وقلنا يبقى شكله إزاي. طب العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، ويكتب أعلى يسار العنصر. يعني مثلا هو الأكسجين أهو، عدد الكتلي 16. عدد الكتلي 16 ده معناه إيه؟ معناه إن نواة الأكسجين تحتوي على 8 بروتونات، 8 بروتونات، وعدد البروتونات زائد عدد النيوترونات يساوي 16. يبقى نواة العنصر اللي هو الأكسجين تحتوي على 8 بروتونات. وعدد النيوترونات زائد عدد البروتونات بيساوي 16. طيب احنا هنا عرفنا البروتونات لوحدها 8، طب عايزين نعرف النيوترونات لوحدها. هيقول لي النيوترونات بتساوي عدد النيوترونات زائد البروتونات ناقص عدد البروتونات، يعني بتساوي العدد الكتلي ناقص العدد الذري. يبقى هنقول له كده النيوترونات بتساوي 16 ناقص 8 هتساوي 8 نيوترونات. يبقى كده نواة الأكسجين بتحتوي على 8 بروتونات و 8 نيوترونات. بيقول لي كمان إنه قد يتساوى عدد النيوترونات وعدد البروتونات، زي ما احنا شايفين كده، لقينا 8 هنا و 8 هنا، يتساوى عدد البروتونات مع عدد النيوترونات، وده بيأثر في كتلة الذرة. قد يتساوى عدد البروتونات مع عدد النيوترونات، وده بيأثر في كتلة الذرة. نقول تاني المادة، عرفنا قبل كده إن المادة كل ما له كتلة وحجم، خدناه في الدروس اللي قبل كده. المادة كل ما له كتلة وحجم، والمادة بتتركب من جزيئات، والجزيئات بتتركب من ذرات. طب تركيب الذرة نواة، هي دي النواة. والإلكترونات، النواة توجد في مركز الذرة وتتركز بها كتلة الذرة، والنواة لوحدها تتركب من نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبة، نيوترونات متعادلة الشحنة، يعني ولا سالبة ولا موجبة. طيب والإلكترونات هي جسيمات ضئيلة الحجم تدور حول النواة. يبقى الإلكترونات اللي هو النوع الثاني من الجسيمات اللي بتتركب منها النواة، هي جسيمات ضئيلة الحجم تدور حول النواة. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة، ويكتب أسفل يسار العنصر، وجبنا مثال. والعدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، ويكتب أعلى يسار العنصر، وبرضه جبنا مثال. يعني لو احنا عايزين نعبر عن ذرة الأكسجين أو جزيء الأكسجين، هنعبر عنه بالشكل ده. هدي O اللي هي الأكسجين، ده العدد الذري، وده العدد الكتلي. قلنا من الكلام ده استنتجنا ان نواة الاكسجين بتحتوي على 8 بروتونات، وعدد النيوترونات زائد عدد البروتونات بيساوي 16. قلنا طب احنا عايزين النيوترونات بس، مش عايزين احنا الكلام ده كله، احنا عايزين النيوترونات. قلنا يبقى النيوترونات هتساوي العدد الكتلي ناقص عدد البروتونات، يبقى 16 ناقص 8 هتساوي 8 نيوترونات. جبنا امثله على العناصر،
ناهي. والمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن دوران الإلكترونات حول النواة، هو درس برضه جميل جدا. لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة في إن أنت تراسلنا. وإلى